بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وما له من الأسماء والصفات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب والكرامات وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، احمدوا الله واشكروه على ما من به عليكم من هذا الشهر العظيم الذي عشتم أيامه ولياليه، وهو شهر عظيم وموسم كريم، شهر كله خير، ليله ونهاره، ساعاته وأوقاته، لمن عرف قدره وقام بما أوجب الله عليه وبما سنه له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الواجبات والسنن، من الأذكار، من قراءة القرآن، من التسبيح والتهليل والتكبير، من قيام ليله وصيام نهاره، كله مشغول بالخيرات، ولكن الناس متفاوتون في تحصيلهم في هذا الشهر. فمنهم من من الله عليه فاستوفى فضائل هذا الشهر وقليل ما هم، ومنهم من أدرك بعضها، ومنهم من لم يدرك شيئا، والله سبحانه وتعالى أعلم بأحوال عباده، وكل يعطيه على قدر نيته وقدر قصده، والله سبحانه وتعالى يجود ويتفضل على عباده إذا هم فعلوا الشيء اليسير ضاعفه لهم بالشيء الكثير، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها المؤمنون، ها هو الشهر قد انتهى أو كاد أن ينتهي، فلنحاسب أنفسنا فيه، ماذا قدمنا لأنفسنا في هذا الشهر العظيم. من كان محسناً فليحمد الله وليتمم بخير، ومن كان مفرطاً فليتدارك بالتوبة، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولا تقنطوا من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. من كان محسناً أو مقصراً فليحسن الختام، فإن الأعمال بالخواتيم. ثم كونوا على وجل وعلى خوف ألا تقبل منكم أعمالكم، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ففكروا في أنفسكم وفي نياتكم ومقاصدكم، ولا يعجب أحد منكم بعمله أو يظن أنه فعل ما يجب عليه وأنه أدى حق الله عليه، بل يعتبر نفسه مقصراً ويعتبر نفسه مهملاً وينكسر بين يدي ربه عز وجل،
كان بعض السلف يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل لتمنيت الموت، وذلك لشدة خوفهم من الله سبحانه وتعالى. والله وصف خيار عباده فقال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويشربون الخمر ويخافون أن يعذبوا بذنوبهم؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنهم قوم أطاعوا الله عز وجل وأحسنوا، ويخافون أن ترد عليهم أعمالهم وأن لا تقبل منهم، فعلينا أن نكون خائفين أن ترد علينا أعمالنا ولا نعجب بها ولا نستكثرها، لأنها قليلة في حق الله، لأن حق الله علينا عظيم، ولكنه سبحانه يعفو ويجود ويتكرم من فضله، ولكن لمن أحسن الظن بربه. فأحسنوا الظن بربكم، أحسنوا الظن بربكم وأملوا خيرا واعملوا صالحا. عباد الله، إن الله شرع لكم في ختام هذا الشهر أعمالا جليلة، أولها التكبير في ليلة العيد حينما يثبت الهلال بنهايته، إنكم تكبرون الله، تكثرون من التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كرروها في ليلة العيد وفي ذهابكم إلى مصلى العيد حتى يأتي الإمام وأنتم مشغولون بالتكبير. شرع الله لكم في ختام هذا الشهر صدقة الفطر، صاعا من الطعام الذي يقتات في البلد، طعام الذي يوكل في البلد بمقدار الصاع النبوي، والصاع النبوي 3 كيلو تقريبا، فمن أخرج 3 كيلو فقد أخرج الواجب وزيادة من باب الاحتياط. وصدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي زكاة البدن، كما أن الله فرض الزكاة في المال فرض الزكاة في البدن، وهي واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تدفع ليلة العيد، ولا بأس بتقديمها بيوم أو يومين قبل العيد، ولكن الأفضل إذا ثبت الهلال إلى أن يخرج الناس لصلاة العيد وينتهي وقت الفضيلة. ومن نسيها أو لم يعلم بها إلا بعدما صلى العيد فإنه يخرجها على أنها صدقة، على أنها صدقة من الصدقات، لا يتركها، يخرجها. ومن فاته يوم العيد ولم يخرجها فإنه يقضيها ولا يتركها أبدا، لأنها فرض واجب عليه.
تدفع للفقراء والمساكين والمحتاجين يستغنون بها في هذا اليوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، وليفرحوا مع الناس. ولأن يوم العيد وأيام العيد ليس هناك أعمال للكسب والحرفة، فيعطون ما يأكلونه في هذه الفترة، ليس هناك محلات للبيع يشترون، فأعطوهم الطعام. ولا يجزي أن تعطوهم النقود، النقود لا تجزي في صدقة الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرعها في الطعام، صاعا من طعام، لأن الناس في هذا اليوم بحاجة إلى الطعام، والنقود لا تكفي حاجتهم في هذا اليوم، لا يجدون مجالا لها، فهم بحاجة إلى الطعام ليأكلوا مع الناس ويفطروا مع الناس. فأخرجوها في وقتها طيبة بها أنفسكم، محتسبين أجرها وثوابها على الله سبحانه وتعالى، مما شرعه الله في ختام هذا الشهر صلاة العيد، وهي شريعة وشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، يخرج لها المسلمون في صحراء قريبة من البلد، وإذا لم يكن هناك صحراء فإنهم يصلون في المساجد. وكذا لو صادف يوم العيد وقت المطر أو وقت البرد، إنهم يصلونها في الجوامع، ولكن كل ما برزوا لربهم في صحراء فهو أفضل. حتى الحيض تخرج لصلاة العيد، لكنها تعتزل المصلى، وذلك لأجل أن تشهد دعوة المسلمين، فهي مظهر عظيم من مظاهر الإسلام، وشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، لا تفرطوا فيها، وفقكم الله، فإنها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وهي ختام هذا الشهر العظيم، تأتي بعد أداء ركن من أركان الإسلام وهو الصيام، شكراً لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. اتقوا الله عباد الله، وأكثروا من الاستغفار، فإن الاستغفار تختم به الأعمال الصالحة، فأكثروا من الاستغفار والتوبة إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، لئن انتهى شهر رمضان فإن حق الله لا ينتهي إلا بالموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله هو رب رمضان، وهو رب شوال، وهو رب جميع شهور السنة، فاتقوا الله في كل الشهور، حافظوا على دينكم، حافظوا على دينكم، حافظوا على دينكم في كل حياتكم، فإنه رأس مالكم عند الله سبحانه وتعالى، وهو نجاتكم من النار. فحافظوا على دينكم وتمسكوا به في كل الشهور،
وفي كل الأوقات. إن شهر رمضان يتبع بالشكر ويتبع بالاستغفار ويتبع بالفرح بفضل الله الذي مكننا من صيامه وقيامه، فنحن نفرح بهذه النعمة لا نفرح بانقضاء الشهر، وإنما نفرح بأننا أكملناه في عبادة الله، لهذا نفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واحذروا من كثرة اللهو واللعب وكثرة الغفلة والإعراض عن طاعة الله، لأن الشيطان حريص على أن يبطل أعمالكم وأن يمحو كل ما فعلتموه من الخير، فيسول لبعض الناس أنه إذا انتهى رمضان صار الإنسان حرا طليقا، كأنه خارج من سجن، فينطلق في اللهو واللعب والغفلة وإضاعة الصلاة وغير ذلك من المنكرات. فلا تنقضوا ما غزلتم فتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فاتقوا الله عباد الله، حافظوا على ما عملتم من الأعمال الصالحة، وتوبوا إلى الله من تقصيركم وخطئكم، فإن الله يتوب على من تاب. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احم حوزة الدين، اللهم احم بلاد المسلمين ودماءهم وأموالهم وأعراضهم من اعتداء المعتدين، من الكفرة والملحدين، من اليهود والنصارى وسائر المشركين. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم دمرهم بما صنعت أيديهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفنا شرهم، اللهم اكفنا شرهم ومكرهم. اللهم كف عنا بأس الذين كفروا، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم في كل مكان، واكفهم شر شرارهم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وآمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا في ديارنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها
قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم.